حركية اقتصادية، راح يخلق نشاط تجاري، راح يخلق كثير من الأمور اللي تعود بالفائدة على الساكنة في ولاية بجاية وبلدية ملبورن بطريقة خاصة، وراح تكون كذلك أمور اللي راح تكون المواطن لما يجي يلتوي يتوفر له كل الظروف الضرورية لقضاء عطلة إن شاء الله متميزة بعد سنتين من الجفاف. لا سنتين من الجفاف السياحي كوفيد. جفاف سياحي. Thank you.